السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، تحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. نستكمل أسبوعنا الثقافي من مسجد الرحمن الرحيم بالمنيب بمحافظة الجيزة. حي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم علمائنا. لذا أرحب باسمكم جميعا بعلمائنا الكرام، فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، كما أرحب بفضيلة الدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة. أسأل الله العلي العظيم في هذه الليلة أن ينفعنا بعلمهما، فهما عالمين جليلين كبيرين. لذا كانت الاختيارات لوزارة الأوقاف حول موضوع التكافل المجتمعي واجب الوقت. ونحن أيها الإخوة الحضور في كل لحظة نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونتكاتف جميعا من أجل عزتنا بديننا وبوطننا الحبيب مصر. لذا كما قال الشاعر: أدم الصيام مع القيامة تعبدا، فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم، إلا كنومة حائر والهان. فلربما تأتي المنية بغتة، فتساق من فرش إلى الأكفان. يا حبذا يا حبذا يا حبذا، عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فلا ينفعنا إلا هذه المجالس، ولا تنفعنا في ميزان حسناتنا إلا هذه الجلسات التي تتآلف القلوب بيننا وبين بعضنا. وهذا الموضوع التكافل المجتمعي واجب الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. سريعا نعيش مع عالمنا الكبير والجليل أستاذنا الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، فليتفضل جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في هذه الأسابيع الثقافية التي تنور القلوب والعقول وتصحح المفاهيم وتعيش على أرض الواقع. موضوعات الناس في أشد الاحتياج إليها، ما بين موضوع وموضوع تظهر شدة الاحتياج إلى تصحيح هذه المفاهيم. وموضوع اليوم التكافل المجتمعي، وقبل أن أبدأ به أرحب بمن جاورني في هذه المنصة المباركة وهذه الاستضافة الكريمة من مديرية أوقاف الجيزة، ومعنا فضيلة الدكتور صبري جزاه الله خيرا أن قدمني عليه، ومعي أخي الحبيب الأستاذ الإعلامي الكبير أستاذ أحمد عصام، والقيادات الميدانية والمشايخ الكرام والضيوف الكرام. مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء. تعالوا بنا لنفهم ما معنى التكافل الاجتماعي. إن المتأمل في بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنه جاء بركائز قوية وأسس متينة لم تكن في الجاهلية. كانت الجاهلية مبنية على الأنا، مبنية على الجاه، مبنية على القوة، مبنية على الانفراد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة خير البشر
محمد صلى الله عليه وسلم لا أنانية فيها ولا انفراد فيها ولا خصوصية فيها، الكل يحتاج إلى الكل، سنة الله في الكون، فالكبير يحتاج إلى الصغير، والفقير يحتاج إلى الغني، والغني يحتاج إلى الفقير، والراعي يحتاج إلى رعية، ولا طبيب بدون مرضى، ولا مهندس بدون عمال، ولا أستاذ بدون طلبة، ولا شيخ على المنابر بدون من يستمع إليه، فالكل يحتاج إلى الكل. ورفع الله بعضنا فوق بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرية. ولذلك الإسلام جاء وجعل لكل حق على غيره، بنى الإسلام قاعدة حقوق وواجبات، فلا تطالب بحق لك إلا إذا أديت الواجب الذي أوجبه الله عليك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا لا يكمل الإيمان أحد منا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر وتأمل في هذا الحديث، لا تحب لنفسك فحسب، النفس تشتهي الخير وتشتهي الرفعة وتشتهي العلو وتشتهي كل شيء، يجب عليك إن كنت كامل الإيمان أن تحب لغيرك نفس ما تحبه لنفسك، تكامل اجتماعي. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه من أراد أن يستجلب نعمة من الله جل وعلا عليه أن يقدم هذه النعمة. من منا لا يريد اليسر؟ من منا لا يريد الفرج؟ من منا لا يريد رفع الكرب؟ إذا أردت يسرا، رفع كرب، إذهاب هم، قدم ذلك. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من يسر يسر الله عليه، من كان في عون أخيه كان الله في عونه، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الناس يريدون أن يستجلبوا النعم دون أن يقدموا مقابل هذه النعم. الله عز وجل يقول لك قدم، قدم أولا. والمتأمل في العبادات التي نقوم بها تجد قمة التكافل الاجتماعي، أن جعل الله لنا العبادات وحدة واحدة، نصلي جميعا في وقت واحد، ونصوم جميعا في وقت واحد، وكل منا يخرج زكاته إذا بلغ نصابا معينا، ونتوجه إلى بيت واحد للحج إلى بيت الله الحرام. قمة الوحدة والتكامل والتكافل المجتمعي في أركان العبادات، جمع الله لنا العبادات نؤديها جميعا في وقت واحد وعلى هيئة واحدة وفي استقبال قبلة واحدة في الصلاة، وحدة متكاملة. حتى أن الإسلام جعلك تعرف حال أخيك المسلم من مكثك في الصلاة، تراعيه ويرعاك في الصلاة، فإذا غاب عنك التكافل الاجتماعي أن تسأل عنه وأن تذهب وأن تتحرى حاله. وانظر إلى قمة التكافل الاجتماعي، أن الله جعل لنا فرض عين وفرض كفاية، فرض عين على الجميع كالصلاة وفرض الكفاية. الناس يغفل عنهم هذا الفرض الذي هو الأصل في التكافل الاجتماعي. ولتقريب الصورة إلى الأذهان، جميعنا أخرج زكاته، جميع من في المسجد الآن أخرج زكاته، ودخل المسجد محتاج أو مريض أو عالم، ووجب على واحد منا أن يسد حاجته، يجب شرع. خلي بالك بقى، إذا قام واحد منا فسد حاجته أخذ ثوابه وثواب الجميع. لماذا؟ لأنه رفع الاسم عن الجميع. إذا لم يقم أحد بسد حاجته، أثم جميع من كان في استطاعته أن يفعل ذلك في المسجد. لماذا؟ لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض
سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم المسلمون جميعا، قمة التكافل. ولذلك لما نيجي نخاطب الناس على المنابر، هل على المسلم شيء غير الزكاة؟ يوم طلع واحد يقول لك ما عليهاش حاجة غير الزكاة، من قال ذلك؟ إن أديت زكاتك وزاد عندك ما يزيد عن احتياجاتك الأصلية، فجاء محتاج يحتاج إلى سد حاجته ولم تلبي ولم يعلم به غيره، الله سائلك عنه يوم القيامة. فروض الكفايات، التكافل الاجتماعي، الغني لن ينجو من مجتمع بنفسه على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا قمة التمثيل لواقع التكافل الاجتماعي. إن طرقت الفقير ولم تسد حاجته لن تعيش هنيئا أبدا في مجتمع. وضرب الله لنا مثل على وحدة المجتمع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور على المسامع. حديث مشهور على المسامع، يعني ايه مشهور على المسامع؟ يعني يحفظه الصغير والكبير، بخلاف المشهور الاصطلاحي عند علماء علم الحديث. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، الجميع في سفينة واحدة. لن ينجو الغني دون الفقير، ولن ينجو صاحب المنصب دون غيره، ولن ينجو القوي دون الضعيف. إما أن ينجو جميعا وإما أن يهلكوا جميعا. سواء الحديث ينصب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم يدخل في دائرة التكافل الاجتماعي، أم يدخل في دائرة التعاون، الكل يصل إلى معنى يجب أن يكون المجتمع وحدة واحدة. ولذلك الإسلام ربط بيننا جميعا، ربط بين الكون كله بالإنسانية. إن أباكم واحد وإن إلهكم واحد. الاشتراك في الإنسانية، وما دام هناك اشتراك في الإنسانية يبقى الإنسان له حق عليه بغض النظر عن انتمائه، بغض النظر عن دينه، ما دام إنسانا، ما دام إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كرم الإنسان عندما مرت عليه جنازة فوقف لها فقالوا إنه يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ قمة الإنسانية في الإسلام. ثم جعل بين المسلمين قاسم مشترك، الإسلام والإنسانية. ثم جعل بين الأرحام والأصهار قاسم مشترك، الإنسانية، الإسلام، المصاهرة، المصاحبة. وجعل بين الجيران قاسم مشترك، وجعل بين الأزواج قاسم مشترك، وجعل مسؤولية راعي ورعية في البيت، والمرأة راعية لبيتها. كل ذلك لماذا؟ لنصل في النهاية إلى أن يكفل الكل الكل، يظل الجميع يكفل بعضهم بعضا، حتى يكون هناك مجتمع قوي، مجتمع يقف عند الشدائد. ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى نطبق هذا التكافل في جانب المادي، أعطى للغني في ماله ما يسع الفقير. الله عز وجل قسم الأموال على الأرض بما أعطى للغني، بما يكفي من؟ الفقير. تكافل اجتماعي، فإن وجدت فقيرا فابحث عن غني لم يؤدي حق الله جل وعلا لهذا الفقير. وبالتالي لن تنجو أمة دون أن تتكافل فيما بينها قدر استطاعتك. فقد تكفل غيرك بالكلمة الحسنة، فقد تكفل غيرك بالرعاية، فقد تكفل غيرك بحنو عليه. كفالة اليتيم التي هي أصل في التكافل الاجتماعي، لو أن المسلمين طبقوها على الأرض بالصورة المثلى، بمعنى نريد في هذا المكان من يكفل اليتيم طبيا دون أن ندفع له مال، نريد في هذا المكان
من يكون هو المدرس الذي يدفع اليتيم تعليميا. نريد في هذا المكان صاحب المحل الذي يخرج من ماله دون أن يدفع مليما فيه. ولذلك إذا اشترك الجميع بما يستطيع أن يقدمه من مهنته دون أن يدفع شيء. الطبيب إذا كشف على اليتيم هل دفع شيئا من ماله؟ الإجابة لا. المعلم إذا وضعه في مجموعة مما يدرس لا، هل أثر ذلك عليه؟ الإجابة لا. صاحب المحل الذي يخرج فإن أخرج جزءا من بضاعته للأيتام هل يشعر بها؟ الإجابة لا. ولذلك صور التكافل الاجتماعي تحتاج إلى رجال على أرض الواقع يفهم واجبهم الذي أوجبهم الله عليه، والتطبيق أيسر ما يكون. لابد أن نتكافل فيما بيننا كل على قدر استطاعته، وقانون الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قانون الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا قلوبا متكافلة، وأن يرزقنا الخير يا كريم، وأن يجعل أمتنا أمة واحدة، وأن يشد على أذرها، وأن ينصرها نصرا عزيزا مؤزرا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي خير الجزاء. يعني ذكرني بقول أبي ثعلب الخشني لما قال: إن الأشاعرة أو إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل أو نفذ طعام عيالهم، قال: جمع كل واحد منهم كل ما في بيوتهم ووضعوه في ثوب واحد وقسموه بينهم بالسوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي. والآن مع الدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، فليتفضل. جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على طريقهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، الحقيقة أنني بعد هذا الكلام الطيب المبارك من أستاذنا الفاضل فضيلة الدكتور حسن أحسب أنه ما ترك السابق للاحق شيئا، وما ترك لنا فضيلته بعد ذلك إلا فضل القول. وأحسب أنني لا أطاول قامته علما ولا فنا ولا إتقانا، وإنما حسبي الآن أن ألوي عنان الحديث وأن آخذ بشوارد أفكاركم جميعا إلى أرض أخرى علني أن أجد وإياكم فيها متنفسا بالحديث. والحق أنني أذكر ونحن كنا ما زلنا صغارا نحبو على سلم العلم، وعندي حقيقة أحب أن أؤكد عليها، وهي أن أصولنا العلمية والتعليمية التي تلقيناها منذ نعومة أظفارنا ليست فقط مجرد أصول تعليمية، وإنما هي أصول أخلاقية أخذت من سنة النبي ومن القرآن الكريم. ولذلك
ونحن كنا نحبو على سلم العلم وفي أول درج العلم حينما بدأوا تعليمنا علمونا أن نخط بأيدينا خطين، الخط الرأسي والخط الأفقي. فكان أول حاجة كده ناخدها لما نروح الإيه؟ الكتاب. ولم نكن ندرك وقتها أو نعلم وقتها ماذا يعني ذلك. ثم لما كبرنا وسرنا نترقى في درجات العلم فهمنا أن الخط الرأسي إنما يمثل العلاقة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وأن الخط الأفقي إنما يمثل العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأن الإنسان لا يستطيع أن يرتقي في معارج القبول فيصل إلى الحق تبارك وتعالى إلا إذا أصلح علاقته بأخيه الإنسان. يبقى الموضوع مش مبني على مجرد كلام كان بنتعلمه، لا، ده الموضوع كان عايز يدينا أسس ومبادئ أخلاقية، زي ما تفضل فضيلة الدكتور أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن ترى الشر الذي يأتي على أخيك كأنه يأتي عليك أنت. ولو وصلنا إلى هذه الدرجة ما أصبح بيننا مبتكراً، ولا أصبح بيننا مستغلاً، ولا أصبح بيننا رجالاً يعانون من المشاكل الاقتصادية أو من التردي الاقتصادي أو من أنهم لا يجدون قوت يومهم إلا بالكاد أو بالمشقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو عن علاقة المسلم خاصة بأخيه المسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين إن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فمرض المريض هو مرض للمجتمع كله، والمجتمع كله مسؤول عنه، وفقر الفقير هو فقر للمجتمع كله، والمجتمع كله مسؤول عنه، وحاجة المحتاج هي حاجة المجتمع كله، والمجتمع كله مسؤول عن أن يسد حاجته. ولذلك أعجبني أن الحق تبارك وتعالى حينما تحدث عن تلك العلاقة في القرآن الكريم، وهذه العلاقة والحديث عنها في القرآن الكريم يطول بطول أيامنا وحياتنا، ولكنني أقف مع كلمة أو موطن واحد. هناك في سورة الأنفال وفي نهاية السورة الكريمة آيات تتحدث عن الموالاة بين المسلمين، وأنا أقول أنها آيات الموالاة بعكس ما يطلق عليها أو ما يحب البعض أن يطلق عليها آيات الولاء والبراء، لأن الولاء من طرف واحد، أما الموالاة فإنها تعبر عن حقيقة العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وهو ما أكدت عليه الآيات الكريمة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموال في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وبعدين يقول لك إيه؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا.
في القراءة الثانية: ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. تمام كده؟ طيب، لماذا عبر القرآن الكريم في الحديث عن العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان أو المسلم وأخيه المسلم بكلمة ولاية؟ أقول لأن لها معاني وإيحاءات ودلالات لو أخذناها وطبقناها لصرنا كما يحبنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الحديث. وذلك أن كلمة الولاية بوزن فعالة، بوزن إيه؟ ووزن فعالة يأتي عند العرب غالباً فيما يدل على أمرين. كلمة فعالة دي مصدر، ده بيجي عند العرب في اللغة بتاعتهم للدلالة على أمرين مهمين أوي. الأمر الأولاني أنه يدل على أن هناك أمراً، حاجة كده، وهناك أمراً آخر أو شيئاً آخر التف حولها. زي إيه؟ عمامة، وزي إيه؟ لفافة، وزي إيه؟ غلالة، مش كده؟ طيب، كلمة عمامة تدل على أن هناك أمراً متوسط ثم أن هناك شيئاً آخر قد التف حوله. ده يعني إيه؟ لو أخذنا هذا المعنى لنسقطه على واقع المجتمع المسلم لقلنا أن الآية الكريمة تود أن تقول لنا أن المجتمع المسلم يجب أن يكون مثل هذه العمامة. إزاي يعني؟ هنلف حوالين بعض؟ لا، بحيث إن الفقير وإن الضعيف وإن المحتاج يتوسط هذا المجتمع كله، ثم إن المجتمع كله يلتف حول هذا الفقير أو يلتف حول هذا الضعيف التفاف العمامة بعضها على بعض حتى يحتوي هذا الفقير فيقيله من عثرته ويقيله من فقره ويقيله من عوزه، فيعود المجتمع المسلم كله مطبقاً هذا المعنى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. ليه؟ مجتمع الغني بيحن على الفقير، القوي ما بيهرسش الضعيف، ده بيحن عليه وبيحوط عليه. إذن كأن الحق تبارك وتعالى لما بنى هذا المصدر على تلك الصيغة فعالة أراد أن يعطينا هذا المعنى، وأن المسلمين وأن المجتمع المسلم يجب أن يحوط الضعيف ويجب أن يحوط الفقير ويجب أن يحوط المحتاج حتى لا يشعر باحتياجه أو لا يشعر وهو في موقفه أنه إنما يواجه المواقف وحده، وإنما يواجه المواقف كلها بمجموع الأمة الإسلامية. تلك واحدة. وأما الاستعمال الآخر لمصدر فعالة فقد رأينا أنه يأتي غالباً للدلالة على الحرفة والمكنة. تقول: فلان تعلم الخياطة وتعلم النجارة وتعلم الحياكة وتعلم الحدادة والصناعة والتجارة، مش كده؟ برضو احنا عايزين ايه المعنى من ده؟ قال لك: اه، هو انا لما اقول لك النهاردة المسلم يجد ان هو المجتمع كله يحوط الانسان الضعيف ويحوط الانسان الفقير، هل المجتمع هيصبح بين عشية وضحاها ليطبق هذا المعنى ام ان ذلك صعب على النفس البشرية؟ اذا فالنفس البشرية
تحتاج هنا إلى أن تتدرب وأن تتعلم وأن تأخذ الأمر خطوة خطوة وأن تأخذ نفسها بذلك حتى تتدرب عليه تماما، كما تأخذ الصبي الصغير إلى النجار لا يستطيع أن يمسك بالقادوم ولا بالمنشار، وإذا به يتعلم الحرفة شيئا فشيئا حتى يتقنها وحتى يصبح بارعا فيها، فكأن الحق تبارك وتعالى يوجه للأمة الإسلامية من خلال هذه الكلمة تلك الرسالة: تعلموا وتدربوا واحترفوا أن تحوطوا الفقراء وأن تعاونوا الضعفاء وأن تعاونوا المحتاجين، وإياكم أن يقول كل واحد منكم: نفسي نفسي أنج سعد فقد هلك سعيد. كلا، فكلنا في تلك السفينة التي تحدث عنها أستاذنا الفاضل، وكلنا في تلك السفينة لا بد أن يحافظ عليها. أسأل الحق تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعود مجتمعنا كله في مودة وسكينة ورحمة وتآلف وتعاطف، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة خير الجزاء. وأختم بأمنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها، والتي لقبت بأم المساكين، والتي لم تعش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 8 أشهر. أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تتميز بأنها أم المساكين، كانت تطعم الطعام. فالذي يريد أن يلحق بأمهات المؤمنين لا بد أن يصنع صنيعهم وأن يفعل فعلهم، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا هو التكافل المجتمعي كما وضح فضيلة الدكتور صبري غياتي والدكتور حسن القصبي. وكلنا فقراء إلى الله، أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني عني غني، والضعف في في أصيل، وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبنى، وأنت وحدك وحدك حي، معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. يا رب أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا، تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور صرفا. يا رب قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا، وقلت شتان شتان حقا بين الثرى والثريا. مرة أخرى نجدد الشكر للرعاية الكريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وعلمائنا الكرام الذين شرفونا في هذه الليلة: الدكتور صبري غياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، والدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. اللهم اختم لنا بالإيمان وأنت راض عنا يا كريم، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.